السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي. اليوم جايين نتابع مباراة تونس وغانا، المباراة اللي أغلب المتابعين الرياضيين يرشحون غانا بها للتأهل، إلا القليل وأنا من ضمن القليل يرشحون منتخب تونس للوصول إلى دور الثمانية إن شاء الله، ويلحق منتخب الجزائر بالتأهل، يكون عندنا منتخبين عربيين إن شاء الله. يا معلم شفت النجمة هذه؟ أوكي النجمة هذه ما تلقاهاش في حتى بليل، مش كل حاجة. 78 تونس عام 78 دربها مدرب من النجم الساحلي اسمه مجيد الشتال. اوكي. فهمت علي؟ وسط الأرجنتين. عام 96 في جنوب أفريقيا 8 لاعيبة من النجم الساحلي في الفاينل، فريق التونسي في الفاينل. عام 2004 لما هزلنا كأس أفريقيا في تونس. اوكي. من النجم الساحلي 8 لاعيبة. اليوم كم لاعيبة؟ اليوم إيه؟ عندك شريدر الباك ليفت الباك رايت، وعندنا رامي البدوي اللي هو في السنترال في الدفاع خط الوسط. بس ثلاثة لعيبة بس. يعني متفائل ولا شو؟ والله انا بلادي تونس مشجع يعني متفائل اكيد ان شاء الله بقدرة ربي ان شاء الله فايزين. يكونوا هم رجال اوكي يأدوا ماتش حلو ما صارش، لان احنا في الوديات معلم، في الوديات طياره وفي الرسميات نتيحوا شويه، وخاصه جيريس عندنا مدرب جديد. مش هو المدرب، المدرب هو وديع الجريء، هو رئيس الجامعه غامض يا معلم. مادام فيها مثلا عندنا لعيبه، عندنا الخزري اوكي، عندنا المساكنك يرجع لمستواه المعهود اوكي، عندنا الحارس من احسن الحراس في فرنسا فهمت علي، عندنا السليتي، عندنا برشا لعيبه حلوين معلم. اما كي يكونوا في نهارهم لا توقفنا لا غانا ولا الكامرون ولا نيجيريا. هسه انت كده اقسم بالله انا اقول لك فهمتني. اولا ان شاء الله متفائلين، تونس هتسوي شيء جميل، لان دور زي ما قلت لك دور ال 32 بدايه البطوله تختلف عن دور 16، كل مباراه بتختلف عن اللي قبل منها، فان شاء الله تونس تفوز. الشوط الاول بدا التشكيله الاساسيه بها تغيير، على الاقل ماشي بتوهبي الخزري ينعزل من المباراه. هذا التغيير سواء المدرب هل هو تكتيكي او لا، خلينا نشوف. في الدقيقه 7 المنتخب التونسي ضيع هدف متاخر. هذا يلا يلا منتخب تونسي قريب من التسجيل، دقيقة 22 حلوة الحمد لله. هدف الغانا هدف أبيض غير صحيح. الشوط الأول انتهى 0-0، منتخب تونس قدم مباراة مميزة، الاستحواذ كان صالح منتخب تونس، بس آخر 5 دقائق منتخب غانا ضغط وانتهى الشوط الأول 0-0. إن شاء الله بالشوط الثاني يسجل المنتخب التونسي هدف ويتأهل. الشوط الثاني بدأ كل توفيق المنتخب التونسي بتحقيق التأهل. المباراة حسها مغلقة، يعني مباراة 1-0، جزاء ممكن يكون أو قد نذهب للأشواط الإضافية، الله أعلم. أوف غانا خطرين. يلا يلا اسرع يا رب. لك هذا انا اسمعته هذا. يلا يلا تونس كانوا قريبين من تسجيل الهدف الاول. الهجمه السابقه كانت فيها لمسه يد واضحه لكن الحكم ما شاف. يلا هي صح صح. الهجمه الاولى لمنتخب تونس في الشوط الثاني كانت خضراء لكن دفاع دخل بيها. تسجيل المنتخب التونسي بدقيقه 67، وهبي الخزري نزل من الملعب، انيس البدري طلع. الخزري لاعب رائع، ممكن انه يغير نتيجه المباراه. يلا 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 الخزري يلا جول جول جول. هذه فيها ضربه جزاء ممكن. طلع كورنر. هذه خطورة الخزري. ممتازة رائعة. فيدي.
وين الفار؟ بطولة من دون فار. اللي وراه يقول دور ثمانية شغلوا. يلا. ترى دقيقة واحدة منتخب التونسي ضيع هجمتين خطرة. يلا إن شاء الله الثالثة ثابتة. دقيقة 70. بالعارضة. الله الله يلا يلا جول. الخزري قلت لكم ينطي اضافه رائعه دخوله بوقت مناسب غير المباراه. دقيقتين بوقت المباراه منتخب تونس لازم يستغل الهجمه المرتده بسهوله يقدر يسجل الهدف الثاني. هدف التعادل عن طريق المدافع التونسي. مدافع التونسي سجله. بالدقيقة الأخيرة مدافع تونسي سجل هدف على نفسه. بالدقيقة الأخيرة تقريبا غانا يعودون إلى المباراة. بيسجل عليك هدف بالدقيقة الأخيرة وتسبب إعادة الحياة إلى المنتخب الخصم. معنويات راح ترتفع عند الخصم وهذا الشيء بحد ذاته صعب على منتخب تونس. أتمنى أنه تعدي المباراة على خير وتفوق المنتخب التونسي وحقق الفوز. حارس منتخب تونس اللي شفته تقريبا نقل 3 أهداف محققه. من دون هذا الحارس كان تونس نتيجتها صعبه. يلا 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 يا اخي سجل. سويت كل شيء. سوي 40 قدامك شوت. يلا يلا تسديدة مميزة من الخزري لكن الحارس. منتخب التونسي في هذه الدقائق عن ضربات الجزاء يعتمدون على حارسهم حارس مميز في الدقيقة 116 فقط 4 دقائق وانتقل إلى ضربات الجزاء. الثانية الأخيرة قبل ما تحرص ضربة الجزاء. الله الحارس نجم المباراة. أنا ما أعرف ليش المدرب كأنه ما يريد يبدله ضربات الجزاء. قبل ما أروح ضربات الجزاء بالنسبة لي أفضل لاعب بالمباراة كان حارس المنتخب التونسي. تغير بآخر ثانية. أتمنى أن الحارس اللي نزل يقدم الأداء المطلوب من عنده وينقذ تونس. الضربة الأولى الغانا. دخلت. نعم بس بيطيع راح يضرب اول ضربه تونس. يا الله جول. الضربه الثانيه الغانا. ضربه جميله جدا الخزري. يا الله جول. الضربه الثالثه الغانا. تونس الضربة الثالثة. يا الله الله. يا سلام إذا هاي الضربة ضاعت. يا رب. يلا الحارس يلا يلا جول. الضربة الرابعة تونس جول. الضربة الأخيرة الغانا. جول. إيه يا عم مبروك لتونس إن شاء الله. هنقول مبروك. هنقول مبروك ان شاء الله. الضربة الأخيرة. منتخب تونس يسجل ينتقل دور الثمانية. جول. يس.
يستحق. غانا مع السلامة. مبروك للمنتخب التونسي التاهل، كسروا عقدة غانا وتأهلوا عن طريق ضربات الجزاء. أداء جيد ورائع، صعد المستوى عن دور المجموعات. إن شاء الله المباراة القادمة أسهل نوعا ما أمام مدغشقر، إن شاء الله التأهل إلى الأدوار القادمة. ألف مبروك للمشجعين التونس، مبروك للمنتخب تونس. ألتقيكم مباراة أخرى بس صوتي راح من الفرحة. مع السلامة.